معنا السي عبد الله قوبع اللي غادي يعطينا مجموعه ديال المعلومات بخصوص المنتجات اللي كتميز بها الجهه الشرقيه الى جانب التمر. دونك السي عبد الله ما كرهناكش تبدا لنا بالحاجه اللي كتميز بها المنطقه هو الكمون. دونك شنو تقدر تقول لنا على الكمون ديال الجهه الشرقيه؟ بالفعل يعني من بعد الاصناف ديال التمور اللي كتميز بها واحد فيقيق، يعني الواحات ديال فيقيق، كاين عده منتجات محليه مجاليه اللي كتميز بواحد التنوع واحد الجوده عاليه. كنذكروا منها مثلا الكمون اللي يدخل في نعم يعني الكمون يعني دخل الواحد ديال فيقيق في السنوات الاخيره واللي كيتميز بواحد الجوده كبيره يعني بالمقارنه مع المنتوجات مع بعض المنتوجات في المناطق الاخرى. بالاضافه للكمون مادام اننا كنتكلموا على واحد فيقيق والانتاج ديال التمور، الانتاج ديال التمور يعني كاين مواليها الفلاحه، وفي نفس الوقت تم التثمين ديال هذا المنتوج من طرف التعاونيات بالخصوص التعاونيات النسائيه اللي حاليا كنلقاو عده مشتقات من 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 التمور. من اهم هذه المشتقات هو الشروب ديال 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 التمر اللي كنشوفوا حاليا. تقربنا اكثر شنو الفوائد ديال هذا المشروب هذا؟ يعني بالنسبه لهذا الشروب يعني من المميزات ديالو على ان غني بالمواد المغذيه يعني بخصوص السكريات وبعض المواد الاخرى، بالاضافه للاهميه ديالو على 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 الجهاز الهضمي بالنسبه للانسان. بغيناك تقربنا اكثر شنو هي الكليله، لان كنسمعوا بزاف هذا المصطلح ولكن قليل اللي كيعرفوا شنو هي الكليله، شنو المميزات ديالها وشنو الفوائد ديالها؟ بالفعل الكليله اللي هو واحد المنتوج من مستخلص من اللبن، يعني من بعد الطريقه ديال التحضير ديالو هو من بعد التجفيف ديال 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 اللبن. ويعني من المميزات اللي عند هذا المنتوج هذا انه ممكن يبقى واحد المده كبيره عاد يعني ونستعملوه في اي وقت بغينا، بخصوص على ان المناطق ديال الواحات والمناطق ديال المراعي كيصعب فيها على ان يتم التخزين ديال المنتوجات يعني في ظروف عاديه. كيفاش كيتم الاستعمال ديالو؟ الاستعمال ديالو كاين عده طرق الاستعمال ديالو، يعني منين نبغي نتناولوا هذا المنتوج اما كنخليه واحد المده في اللبن او في الماء واحد 10 ساعات، وكنتناولوه بحال اللي كنتناولوا اللبن العادي.